السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم من شارع الكفاح، راح نشوف حركه الوضع الاقتصادي، وبالتالي نشوف اصحاب المحلات اللي يعانون ما يعانون من ارتفاع سعر الدولار وقله عمليه الشراء والبيع. فبالتالي مثل ما تشوفون اليوم صعد دراجه وطح على اعتبار السوق ماخذ وضعيه الانبطاح. متواصلين وياكم، خليكم معنا. هاي الكرام، متواصلين وياكم، وخلنا نشوف ابو اللحم فراس. السلام عليكم. السلام. شلونك حبيبي؟ اسلم بيك. شوف، انا حكيت بالتقديم تمام، قلت الوضع، وضع السوق، وضع الحركه ماخذ وضع الانبطاح. صحيح. على اعتبار ماكو حركه وفلوس ماكو وشغل ماكو. صحيح. مو صحيح. انت هسه ابو مطعم، واحنا المعروف عندنا بالعراق واحد اذا راد يفتح مشروع يدور اشياء استهلاكيه، مثلا قهوه يفتح. صحيح. او مطعم او ملابس. اي صحيح. فانت ابو مطعم، الناس تجوع تاكل. صحيح. اختلف عندك الوضع؟ اكيد هسه اختلف الوضع، يعني تعرف انت الوضع الامني مو مستقر، واكثر الاحيان اكثر الشباب هسه ما يشتغلون، يعني بس المتعينين يعني يقدر ياكل كباب تكيه معلاوي بس الشغلات. المتعين؟ اي الحمد لله، شغل المتعين ودا اشتغل انا شغله ثانيه. اي هسه اكو عالم مثلا، ليش؟ اي ما يكفي الراتب، ما تلحق. ما لحق. ايش قد راتبك؟ انا راتبي 1,050,000. ما يلحق. اي ايجاري 450,000. صحيح. ايوه، ماخذ قرض وعندي نفقه، يعني ما لحق فعلا. ايوه، لازم اشتغل شغله ثانيه. تمام. اي زين، هسه احنا نحكي بالشغله الثانيه. تمام. اللحم شنو سعره بالسوق؟ اللحم هسه العراقي 16,000. غنم؟ اي غنم عراقي. عجل بيش؟ اي نفس الشيء، اثنيناتنا عجل وغنم. اي 16,000. سوق الصدريه من لحوم قصابه ابو فراسمه. زين. انه هذا احسن لحم بالصدريه. زين. اي اكو لحوم غير مو عراقي، منها سوري مثلا ايراني، تلقى ب 12 و 10 و 11. ما مرغوب لو شنو؟ ما مرغوب. شنو؟ ما طيب يعني. شنو اللي يختلف؟ هذا لحم ذاك لحم. اي مو هذا مالتنا مال الجنوب يختلف عن. ليش بملح زايد؟ التربه مالها من ياكل؟ اي اي هذا يصير طيب اكثر من ذاك، يصير قوي. اللحم مال الشمال عندك زين، مو مثل مال الجنوب، يصير لحمه قوي شويه. ليش؟ اي هو يصير عضل مال صعود جبال، مال جبال. جبال. اي يصير يعني قوي. المعضل مو ما مرغوب؟ لا ما مرغوب. تعجب. واللحم السوري معضل ما مرغوب، هذا بطل. اي وهذا اللحم السوري تعرف الايراني اللي عنده ذيل شيء، اما نفس الحاله. وعندك المجمد هم من المجمد منتهي منه، يعني الناس ما ترغبه. اي اكو عالم تخبط مثلا الكباب، الهمبرجر، القاص. زين هسه اللي يجيك مثلا اللي ياكل شلون يعرفه عراقي؟ اه مو احنا اول شيء سمعتنا، احنا صارنا هنا سمعتنا تعتمد على السمعه 40 سنه من سنه 81 82. هذا مطعم صاحب غنيه معروف بالكفاح، صاحب غنيه. اي معروف، احنا كان اختصاصنا بس معلاق، بس معلاق. يجون من اخر الدنيا زين، محافظات، يجون لوعب مطوبه، مشاهير، فنانين. اي لا بي لافته ولا شيء. اي مطعم ما اي مطعم ما صاحب غنيه، بس هو ما بي اسم. زين. كان شويه تعبان رممناه. قد تاريخ هذا المطعم؟ يعني صار له 40 سنه من 82 81. عامر ان شاء الله. اي انا اشتغل وياه كان عمري حوالي 10 سنوات من 86. زمان. اي من 86. لا انا اشتغل وهو رباني. اشتغل وياه. اي هو رباني. حلو. يعني انا قاعد جنب يتم وهو رباني، من كنت صغير عمري 10 سنوات. هسه منو ملتزم المحل؟ ابنه الكبير. ابنه الكبير. هسه شويه لوخ يجي هو. وانت وياه؟ انا وياهم. اي اشتغل من زمان يعني. سمعتكم واصله. اي يعني اسال اي واحد بالكفاح يقول منو قديم هنا بالمعلاق ولا هذا، يقول لك صاحب غنيه بالمعلاق. خلاص يعني هسه اللحم يعتمد على سمعه المحل. اكيد. اي سمعتك طيبه. الحمد لله واشكر. اكو هنا مثلا سوقة. محلات فتحوا فتره وعزلوا، لان ما معروفين، وشيء ثاني غشوا العالم بعد، مو غشم العراقيين خاصه. هنا الكفاح هو هسه جاي يسال شلون اهل الكفاح هنا مو غشمه. زين يعرفون اللحم زين وين. تمام. المجمد وين يعرفون. تمام. يعني الناس هنا على السمعه تجي. اجي شلونك؟ اه ما هيك زين. فراس فواد. يعني هسه شفت فؤاد الحج، اول ما شفته حجينا بس تطينا هنا بلا زحمه عليك. تعال هنا
الحجة أول ما جيت أجي على المعلاق. أي هو مختصاص بس معلاق إحنا. مختصاص بس. التكة والكباب بعدين اشتغلنا. بيجوا يتبعون نفر. نفر بثمانية. نفر مات. أربع أشياء. أربع أشياء. يعني الشيش بألفين. تمام. يا دوب لعقوا. إيه الحمد لله. شو يا مقبلات؟ لو. هاي طماطم طرشي خيار بصل هاي. أنا أنت أكثر شغلنا المغربية. بس ساعة تفتحون بس ساعة عزم. نفتح بالدعش الصبح نفتح نعزب بثناعش بالليل. صبح. أي. ناس تريق معلاق. أي تريق. سود. أي غدا يتغدون. أي. بس هو أكثر شيء عصريات مغربيات شلون يمشي يعني الناس تأكل يجوا من الكرادة يجوا من المدينة يجوا من الدورة يجوا من الكرخ حلو أي حلو إذا هسه وضعية السوق أرجع وأقول المربع الأول أي بركود حتى أبو اللحم أي حتى أبو اللحم شغله مو مثل قبل أي مو هذا شغل على المحلات إذا صح. إذا أبو المحل مدين شغل شلون هو يشتغل صح موفق إن شاء الله فؤاد في دول قلبك نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم شارع الكفاحة مثل ما تشوفون أصحاب المحلات وايضا مطاعم وغيرها من المحلات اللي موجودين خلينا نشوفهم بالاجهزه الكهربائيه السلام عليكم حاجي شلونك حبيبي؟ جواك الله مرحبا شو اخبارك؟ يقولون السوق منبطح هو اليوم البارحه مفتوح ماخذ راحته السوق؟ ايه مو تعال ابن عمي هنا السوق ماخذ راحته؟ ايش باقي اليوم؟ تبين سايق دراجه بطح ايه مو من نظاراته شلون وضع الحركه هنا بشارع الكفاح؟ انت شو تقول؟ انا جاي اسالك انا بالنسبه لي اعرف يعني اشوف انه لا هو سوق عامدا سوق بشكل عام يعني مو فقط الكفاح طبعا مو هو من الشمال للجنوب شنو اللي يختلف؟ ما هو اي حركة السوق بالعراق ممكن اجواء محرم؟ لا لا ما له علاقة ما له علاقة ممكن مظاهرات انا احكي لك 33 سنة بشورجيا اشتغل طول العمر اي الله يخليك زين سوق العراق مرتبط بالسياسة من اول بالسياسة إذا الوضع سياسي طبعا ما له علاقه لا التظاهرات لا لا ما لا الدولار لا شوف كذا التظاهرات الى خطها ما له علاقه تمام ما تاثر الدولار الى خطها ما له علاقه بس هي مرتبطه كلها بالسياسه بالسياسه اي وضعيه زين قاعدين نسوي شغل زين بس انت هسه مثلا الاشياء الموجوده عندك بالمحل اساسيه بالبيت يعني بلازمه بنكه برات فالناس هنا لازم تاخذ ايه تاخذ مو ما تاخذ احنا هذه بالنسبه لي عشان يعني انا بيع اقساط اكثريه اقساط بس اقساط ايه مدينك بالديان طبعا ويا بعد راس فيهر وين وين لازمه لا الحمد لله اكو ناس طيبين وزينين ايه اكو بس اكو بالمقابل مو زين ايش قد جاي يتحمل بالاقساط مو شرط لا مثلا 30% 10% لا لا 20%. يعني اقل هسه مثلا هاي بيش خلينا نجي عليها تعال 45000 بنك اذا بعتها قصد بيش لا ما بيها قصد اللي بلازمه يعطيه مجال شهر يسددها يعني اللي بلازمه بلازمه حسب مثلا احنا 10 دولارات الحمل 10 على 100 لا لا 10 على النقد يعني اذا 300 دولار نبيع ب 310 لا قصدي بالقصد شلون تحمل قصد مو يختلف اكو 6 شهور اكو 8 شهور اه ايه. حسب المهله اي طبعا يعني هو بالاعتياد ايش قد لازم 3 شهور لا هو من 5 الى 6 من بس خمسة. شوي من هاي الامور تعبت من بعد كورونا بالشهر 100 اي حسب مو كلها 100 اي اكو 50 اكو 75 حسب لا تقول لك 25 والله منطق اذا اجيك واحد تعمان شو تقول له ما انطيك يعني حاره يريد مبرده شو تقول له ما عندي الله ما يقبلها هم صعبه اي لا تمين الله دزدك غيرت ساعد العالم والله صحيح إيه؟ وجاي تجيبهن غاليات لا هسه شويه يعني احسن من قبل سنه ونص ومن صارت مال كورونا الشحن هم زاد انا اشوف يعني ما ادافع التاجر ولا يعني لا انت بعد تحكي عليك الامانه تحكي اي واقع حال هو النقل صعد والشحن صعد والبضاعه صعدت عالميا احنا اخر العالم طبعا طبعا اخر العالم كل شيء اخر العالم اي يعني كانت بس بالعزوبيه شويه عوده ولا العالم اي بس بهاي مو هم مو كلها وهم مو كلها بشرك التجار خراب العادات التقاليد هم طب على صوب هذا انك بيهن شوف ما اعرف انت جاي لهي منطقه لا لا الكفاح جاي هواي اي شوف انا اصلا منها من راس ساقع هاي منطقه هاي ولادتي نعم. يعني اخويا كبير مالي 66 ولادته زين يعني هاي المنطقه هي منطقه شعبيه و... وناسها مال لون صريح صح قاعد خلنا نسولف لا ما بعد تعال قلت تعال خذ مره بعد على لا هسه خلنا نسولف بعدين والله اوكي سولف على الكفاح هي منطقه شعبيه هي مو خليط يعني اشكال بيها وهاي اصلا هي ما صارت هنا طائفيه وش اسمه لا ما وصلت اي بالمناسبه انا كنت شايل منها يعني بال 86 شنا رحنا للشرطه ابو من انا ابو حيدر ابو حيدر يعني هسه واحنا مارين اكو قد موضوع دققنا به وهو هنا بالعاده اكثر البيوت بيوت له شقق نظام بالكفاح لا لا هي ما لها علاقه الشارع العام هاي بنايات بالنسبه جوا داخل الفرع لا لا بيوت ضيقة. بيوت ضيقه الفرع اي بيوت ايش قد الفرع مالت ثلاثه ثلاثه
اشكالك وسياره تطبقك وسياره ما تطبقك. ايش قد مساحه البيوت هنا؟ والله اشكال حتى 25 متر. ايش قد يعني؟ اكو 200 متر. اكو 200. اي قلت لك هاي المنطقه هي يعني فتحت عيني للدنيا هي لقيتها هاي موجوده. وهاي وصار تفليشه هنا ورا الخلاني بالتسابيل. بس هاي هسه الازقه ضيقه هنا. ابو السياره مثلا شلون يطبق؟ ما يطبق خطي، اكو هناك جراجات صار سيارتي هي هناك بالباب. هناك تخليها بالباب. ايه. وتروح للبيت وهي بالباب. انا بيتي فوق. فوق هنا. اي شوف بعد. مو؟ يا يعني شوي الموضوع متكيف ويا لو لا طبعا مو انا شوي افهم من غيري اكو ناس مساكين يعني مجمده ما تطب الفرع الله اكبر اي اكو هاي بعديها طب جوا ابو سيفين بالش اسمه خطيم يعني هي بنيتها هيك كانت ما اعرف يعني هيكلها هيك اي وبينما كانت بغداد هي اصلا من هي هاي من السعدون بالباب المعظم هيك كانت هذا عن القاري والشايفه والش اسمه الخدمات هنا بشكل عام شلون مجاري الكهرباء وهاي اكو هاي طبعا المجاري اكو ولد هنا الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله اسمه صالح ابو مهد زين توفى الله يرحمه الله يرحمه هذا يقول لي انا طبيت بالبايسكل يعني هاي مجاري الانجليز سووها الانجليز مجاريهم زين هنا يعني مجاري تمام اي كهرباء شنو وضعها لا والله كهرباء مو تعبان والمي لا المي زين زين المي مدارس كذا هنا موجوده لو مدارس شوف اقول لك يعني ما اعرف يعني بس هاي الحاله عندي ما يعني انا عمري 6 سنين داومت بهاي المدرسه كانت هاي اسمها 14 رمضان والفنانيه زين يعني تقعد بالصف بصفك حديقه وورد هاي موجوده لحد الان اخاف تقول هذا يبالغ لا لا انت بعد قبل سنه يعني قبل سنه فتت منها قلت الا اضرب اشوفه والله يعني تكسر الخاطر تكسر الخاطر اي بي انت لازم تتطور يعني هسه طلابكم وين يداومون بس مدرسه وحده لا 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 اكو لا هواي اكو هواي مدارس اي بس اكو يعني شغله ماني قبل 5 سنين 6 فوقست فيها يعني ايه اكثريتها يعني ملك اهلي مو مال الدوله مو مال الدوله لا لا يعني مدارس اهليه اي لا 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 عفوا مو مدارس اهليه شلون هسه انت جدك ملك هاي البنايه لك او هذا البيت هاي المدرسه اي سووها مدرسه هسه اكو هنا بالدهانه عندنا بالقشل مدارس زين عاديتها هسه للتربيه لو بعتها للعوائل لا لا ما لها علاقه لا انت ابو الملك ما لها الملك لله يعني هو ابو الملك حتى اكو مدرسه مالها المدرسين كذا منين؟ لا لا مدرسين على التربيه على التربيه يعني مجرد الارض بس بدي اقول لك البنايه كبناء بيت بيت اي سواء مدرسه اي مدرسه موفقين هاي معلومه جميله لا يا اذا تريد اشوفك اياها وانت يعني لا شوف تتطرق لها اكو مدرسه هنا كانت هم داومت بيها التسابيل والغافقيه بالصدريه زين هسه محل مال بقاله صار زين مال ايش مال بقاله؟ مال بقاله كانت مدرسه؟ اي انا يعني مداوم بيها شوف اي يعني من احكي لك ترى ما احكي لك بس شايفه لا انت عايشه شي عايشه انت بعد بالمنطقه ومن يا سنه مثلا انت هنا كنت موجود ساكن انا قلت لك انا ولادتي هنا يا سنه انا مواليد 71 عم طولت العمر ايوه اخوي او عندي اختي 68 واخويا 66 زين اي وكلكم يعني هنا تربيتوا إيه قبال بيتنا كانت اكو مدرسه هسه كم بيتنا. مدرسه موجوده بالمان مو انت هسه هاي المحله تختلف هاي 111 هاي 123 اكو 125 113 اي ايش وضعها بس كمراب هي بيها مدارس هواي بس قلت لك مو تابعه للتربيه كلها مو تابعه للتربيه يعني ملك اهلي التربيه ماجره من عندي حلو شكرا جزيلا والله على وقت تطرقنا لهذا الموضوع لا ان شاء الله بعد هسه انت شنو مناشدتك او شنو اللي تحتاجونه والله احنا مدارس هنا تحتاجون والله شوفوا احنا مو اني بالنسبه لي المنطقه بشكل عام تحكي عن هاي منطقه شعبيه زين يعني هاي الاولويه لها مثلا مستوصف مستشفى نعم. مدارس بدنا يتخربط الكندي مو ما عندنا غير الكندي ومدينة الطب مدينة الطب اي بس احنا الاسهل احنا شوية الكندي خاف منها اه اي ليش؟ يعني المريض بيها فاول اه اي والله ما متشائم منها اي متشائم متشائم تروح مدينة الطب اي مدينة الطب شوية انا قبل اقل من شهر كنت هناك ولا صاحبي سوى عملية نعم يعني شفت بيها تطور اكثر من الكندي ما اعرف واضح اذا هسه المنطقة وبالتالي هي مو فقط منطقتكم لا لا يعني اليوم هواي من المناطق حيل هواي من اروح اشوفها القى انه قله مدارس موضوع المستشفيات احنا اليوم مداردنا نعدد نعم وبالتالي موضوع مهم مثل ما ذكر اخوي انه هسه اليوم مداردنا نركز نحسب زيونه بلديات الضيليه العبيدي الامين الغدير كلهم والكراده على مستشفى الشيخ زايد وهي مناطق هواي يعني وين الدولة وين الدولة عن هذا الموضوع بغض النظر عن الأهلية احنا نريد انه خدمات حكومية انت اليوم من تقول انا هاي المنطقة
منطقة طاب وصرف وموفر دوائر حكومية بها. لا العفو، وين خدماتها؟ مو كلها صرف، هاي الصفحة صرف، هاي كلها عقارات الدولة. ساي تجاوز يعني؟ لا لا لا، عقارات الدولة من الأول هاي. يعني مؤجرين هنا أنتم؟ إيه كلها إيه من الدولة، من الدولة. سرقوا لي؟ إيه من الدولة، إيجارات من الدولة يعني. هاي منطقتكم، باقي المناطق نفس الشيء. أنتم اليوم هسه معاناتكم مثل معانات هاي المناطق اللي عددتها. إيه طبعا مستشفيات، مدارس تحتاجون. إيه طبعا هاي الأولويات يعني. أنت تعرف اليوم الطالب المدرسة فهو مو يطب تكرم حمامات. صح. ماكو يعني مدرسة بيها مثلا فد 400 طالب 500 وثلاث حمامات. ماكو شيء. ماكو شيء. هسه بيتي إذا بي ثلاث عوائل حمام واحد ما يكفي. لازم حمام. إيه. شكرا جزيلا. إيه الله يسلمك. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم من شارع الكفاح. خليكم ويانا. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان مقروء. أنت جاي تسوي بالفنجان؟ الزرف. الزرف سويت به؟ موت تموت. شلونك؟ والله شو اخبارك؟ زين. شو عمرت بها؟ تفاحتي. والله النخيل هذا النخله؟ نخله. والانجليزي شنو وضعه؟ يمشي ما يمشي؟ مو هالقد. تشيل عتش من عليه. تشبيك شو ضايج؟ مو هالقد والعتش من هنا عليمه ما تسوى والله. شغل ماكو ادري بالوضع. ايش ماكو براسنا؟ شغل ماكو. شغل ماكو. كل شيء ماكو. عادي تعودنا احنا، ليش مستغرب؟ خليك زر وفنجان احسن لك. والله العظيم. للموت؟ لا ان شاء الله تبرد، هي ما تبقى شغل. ايش يعني منتي؟ ما يبقى ساعه شغل زين، ساعه ماكو شغل. ليش؟ خاف نرجيلتك مو طيبه؟ العالم كله تدخل. يا ود النرجيله طيبه لو مو طيبه؟ لا عنا طيبه. يعني الخلل وين؟ اوه شغل ماكو، مو يبقى شغل، مو متقبل. ليش نرجيلتك؟ بثلاثه. وش توفر للزبون؟ حجي شلونك؟ شو اخبارك؟ شو توفر للزبون؟ بس النرجيله. بس هاي القعده؟ بس هاي القعده. وشاي شاي وحامض وماي وشاي عصاير. لا سبليت لا تلفزيون. شو سبوي وطني ومالي. وايد شغلنا كليته ثلاث ساعات. عم اسامه ندخل يعني القهوه. الساعه 8 ل 11 12. انا هسه هاي بعد العام. انا اذا ادخل القهوه هسه ما بيها سبليت وتلفزيون ابغى اطلع. عندنا قهوه لك فوق. وين فوق؟ فوق, فوق من ناحيه تصعد لين قاعد. هسه المفروض انا ب 2000 النرجيله وفوق ب 3. اي اي نايه ب 2000 فوق ب 3. شلون قول ب 3؟ كلها نفس الشيء. لا مو نفس الشيء. فرق الف؟ ايه فرق الف الناس تدور على الربع. شوف يعني انت الالف هيك لذلك ما يشتغل. ماكو يعني قليل يجوك يعني اكثريات احنا عندنا العطاله بطاله. زين هاي باقي بالفنجان. هاي الولد اللي يجون العطاله بطاله شوي يعني راعيهم بالسعر. زين. واكو ناس يعني تستطرق من غير مناطق تعرف النرجيله بيش نايب الكفاح. صحيح. واكثريته يجون يعني على مود منطقه شعبيه وناس عالم طابه طالعه شويه يصير ازدحام هناي شويه منطقه حلوه تصير من ورا يعني من ورا المغرب. هو اكثر شيء هسه بشارع الكفاح قهاوي ومطاعم. قهاوي ومطاعم بس يعني هسه منين تروح وتجي هاي كلها قهاوي ومطاعم والعالم ما تطلع. احنا نفتح من نبدا يعني نبدا شغلنا من الساعه 3 بين ما غطي بنغسل المكان. زين. خلص شغلنا هاي نقعد نستراح لنا بعد ساعة. زين. بالسبعة بثمانية يبدأ شغلنا لحد ساعة يعني بالدعش بثمانش بعد ينتهي الشغل. الشارع يموت. شلون برموك شغل؟ لا هاي الحمد لله يعني مطلعين إيجار مطلعين فلوس عمال مسواق هاي مدارين شغلنا ويوم اللي تصير مظاهرات لو غيره غيره هذا كله يأثر علينا. أثر عليك يعني ناس ما تجي 75% تأثر علينا. زين والناس ما تجي يعني يوم مو الناس ما تجي يعني عندك يجون احنا اكثر شيء من مناطق يعني غير مناطق. زين يعني شارع مقطع مين يجي لك؟ صحيح. اكثر الشباب يجون بدراجه، دراجه ممنوع من ورا الستيكم شو نعم ممنوع يحزون. زين اي يعني بعد يعني ذاك من ذاك اللي يجيك. زين الحج ليش قاعد هنا؟ هاي الحج هنا قاعد شايف الهواء ينزل له. خلنا نشوف الحج والله. شوف الحج. حج هنا شلونك؟ انت خوش ماخذ لك زاويه. والله وين الهواء؟ شو حتى هواء ماكو؟ والله شو تسوي بعد؟ شو تسوي بعد؟ قاعد هنا بعد شو تسوي؟ يعني قاعد على الهواء شو تسوي بعد؟ عار من الصبح لحد الان احنا بالبيت. زين بالبيت مخلصه؟ والعصر هنا؟ اي نعم. ها التليفون؟ اي هسه انت من الصبح لهنا؟ لا من الصبح انا ما اشتغل هذا قهوه نسيبي. نسيب؟ نسيبي. نسيبه؟ اي ماخذ بنتي. زين وتقعد بيها هنا؟ اصليات تجي لنا اصدقاء مثلك وغيرك شوي تسولف. بس وين انت ساعات روحك قاعد بخت لحج ها تلعب دومنا؟ اي لا خت اليوم قوي بالدومنا. قوي العالم هذا قوي بالدومنا؟ قوي قوي. زين ايه. انت واصدقائك ايه. يومي العصر تلعبون؟ ايه. الله قوي. زين وشلون حياتك والله سولف؟ والله حياتنا احنا بالنسبه لموالدنا خمسينات انا 54. طولت العمر؟ ايه
رحم الله والديك. وصدام تعبنا تجي حرب وطلع ورجع وحرب وهذا. هسه مستقبل هالشباب الوكال وقت تشتغلون يصيرون توظيف جايبتون ما تشوفوا حدايق. الظرف هذا الظرف ان شاء الله ينتهي، الله يفرج علينا وعلى الاسلام. صار عمر ما انتهى الازمات. من ازمه لازمه. ما؟ ها؟ من ازمه لازمه. لسه تقاعد عندك؟ عندي تقاعد. ما سياسي سبيت صدام. ها هاي تسبه زين. من العامه كنت. هاي تسبه زين. لو ما سابه لسه ماكو تقاعد. اي والله كان. مو صحيح؟ سبه لو سابه بعد زينك راتبك بذاك الوقت. والله لو ادري اللقاء كان انا وايد حكيت سيفي. انا لو ادري كان الغي هذا اللقاء. ليش؟ لان وايد حكينا ما يبي. والله شارعنا. الناس ترى تسمع حج. الناس تسمع وتشوف. واكو خيرين يبادرون. حكي وايد حكينا ما يبي. هاي الحكمه الطاغيه جاي صار لها 20 سنه. لقد نو لا اخره الشعب تعبان. شارع مسوي هذا الشارع عمر الثلاثينات. زين. انا اتذكر بالله يعني من انا الزعيم فات من انا كريم قاسم الله يرحمه. زعيم الاوحد الخالد فات من وقف هنا. انا صغير عمري 10 9 سنوات. رحت عليه سنه. هسه ما حد فات منه ولا مسؤول فايت منه. ايش حد يفوت من انا غير قلتلو. قلتلو مو؟ على الخدمات؟ خدمات. عجي تدخن نرجيله لو ما تدخن؟ لا ما دخن نرجيله. سجاير؟ ايه دخن. سجاير تدخن. مخلصانات شاي وسجاير العصر. باكيت ثلاث ايام. مو ادمان. حياتك هيك مخلصه. الحمد لله شكرا بيتي ملك عندي 6 بنات كلهم واصلات جامعات مخلصات. الله يخليهم لك. ابني فوق يشتغل. الله يخليك. ومتونس على الوضع. متونس على الوضع. ما متونس لان الشباب هاي الشباب راح احنا تعبنا ذولا من الشغل والعمل. تبقى عادي نتعلمنا احنا بالعراق هاي الامور. 20 سنه رحم الوالدك يوم يومين. 20 سنه حبيب قلبي. اشكركم. شكرا. القاعده الحجي ماخذ مكان استراتيجي. شكرا لقناتكم يا قناه. الايام احنا ان شاء الله. الله يسلمك. قناه الشعب. شكرا جزيلا. حبيب قلبي. تحياتنا لك وللشعب. والله لان يعني انت جزء كبير من الشعب. رحم الله والديك. ممنون عمو. ممنون. نعم مشاهد الكرام متواصلين وياكم من شارع الكفاح. ومثل ما تشوفون يعني الوضع الاقتصادي الوضع العام. برمته الناس تعاني الشباب تعاني وما نعرف احنا شو وقت تنحل هاي الازمات. احنا من ازمه لازمه ونفس الوضع شباب لا لاقين فرص عمل لا لاقين تعيينات. بالتالي اليوم الشاب اصبح بحيره من امره يريد بس تعيين مو لاجل انه رزقه ويجيب راس الشهر راتب لا فقط حتى يضمن نفسه باكر عقبه يطلع تقاعد. شلون عمو هنا البطل المناضل اللي غلط على صدام سبب هذا التجاوز صار لك راتب عندي راتب وشدوا له تقاعد. فهسه هنا الناس حتى لا تسب السياسيين ما يشد لهم لا راتب ولا تقاعد. متواصلين وياكم خليكم معنا. ابو علي الله يساعدك حبيبي. شلونك؟ شنو هاي بأي طريقه جاي تسوي اللحم بعجينه؟ من العالم؟ اي طبعا. ها؟ اي شنو اللحم بعجينه؟ شو عجينتك حلوه والله رزقك ان شاء الله. اي شلون اقول لك هذا الخبره العجينه بيضه و هذا هو شغل. اي ليش بدها خمر؟ وداشن نقز جبن مال فرن وخمره. شو يصير؟ ما شنقه ويصير حركه بالليل راح تلحم تنفخ. هذا تبقى هيك. هاي تعجينها بالليل يعني مال باكر هاي ولا مال اليوم؟ لا مال اليوم. مال اليوم؟ شنقه واشتغلها بالليل. تشتغلها بالليل؟ وبس لحم بعجين. لحم عجينه بالجبن بالجبن بالبيض شباح بالطرشي باللبن بالعنبه. لا منه خلط بالزوج. منه قصر لك باي ان شاء الله. من سنوات. من سنوات. وقبلها شنو تشتغل؟ كنت اشتغل يا ابوي حتات. وست البسطيه عمرها 8 سنوات؟ لا اكثر. انا عامل هنا بيها. يعني من قد عمر هاي البسطيه؟ من 2010. 2010 صار 12 سنه. 12 سنه. والناس تعرفكم هنا وتجيكم وتتعلم؟ ليش والله هنا قياسات لو شنو؟ اي شلون يعني؟ حسب قياس شلون تعرف؟ هاي سايش وكبيره؟ اي مو هاي عن نظر. وهاي صغيره؟ اي هاي عن نظر. عن نظر؟ اي مشتغله بس بالفتح قصقصها. تزيتها بالفتح؟ لا مو افتحها. اذا مثلا مبينه اكو كبيره اكو صغيره. زين. اقصها. يعني عندي قياس. في من تقصها بال؟ بالخاش وقاعد شفره. هذا القالب؟ هذا القالب مو الخشب؟ عليه تقيس. ليش والله؟ صغير الوسط صغيره بلي دبل بل فيها شبح بثلاثه سوبر باربعه. شبح شنو هاي كبرها؟ كبيره اكبر من والسوبر اكبر. يعني ايش كبرها من هنا لهنا تقريبا؟ زين. هيك زين الطحين منين جاي تجيبه؟
الطحين اشتري من الاسواق. احنا مو قلنا التركي لازم نقاطعها تركي؟ هذا طحينك تركي؟ التركي زين. طحينك تركي انت مو؟ ايه. بيت جاي تجيب كيس؟ 1000 ونص. صعد كان بلف وربع. شنو بلف وربع؟ كان بلف وربع. كيس كيس احكي كيس بيش؟ القونيه القونيه ب 52 صارت. كانت بيش 36. كانت ب 36 صعد. ليش صعد؟ سوق. سوق. اي والدولار صعد. وانت غير التركي ما تقدر تشتغل؟ اي لان يلطش غير التركي اجيب الاضي يلطش بالعجينه. وهذا مال الحصه اللي يوزعونه بالبطاقه التموينيه ما يمشي؟ ها لا ما يمشي. ليش اسمه؟ ها؟ ولا قمر. اه والله. يعني الدولة وين تتك بيها هذا؟ تتش بيه خير. وين تودي مثلا من تستلم؟ نبيعها. وين تبيع المن؟ هو نفسه اللي ابو الحصه نبيع. وابو الحصه وين يصرفه؟ يصرفه. وين يبيع؟ يمشيه. هسه وين بيه من يفيد ذاك الطحن؟ يمشيه. بالخبز؟ يمشيه بالخبز يشوف اكو غير شغلات تصير. بالخبز يمشي؟ ايه. ها. والله يصفون من القمر ويمشون. لان اكو عالم منها خلق هذا الشيء. يصفون من القمر؟ ايه يصفون القمر ويمشون. وبيش كيلو بلدر؟ بيعوه بربع؟ تقريبا لا ربع 500 هيك كيلو. اي مشو شوف ايش قد يكون كيلو قد اكثر مشو. بين ساعه تفتح بين ساعه تعزز؟ فتح من 3:30 من 3:30 ل 2:30. تتباوع ابو النرقيله؟ تباوع ما اقول لك انت واحد ما حديقه مثل ما حكيت انت هذا مخلصها بس ياكل ويقول ماكو شغل. هذا هو هذا الشعب العراقي. شنو؟ الشعب العراقي. انت يا صاحبي حسن. والله أنا بالأول وبطلت. متوصل؟ ليش؟ شغل والله. اشتغلت بشغلي يعني دراسة وشغل ما ترهم تتعب. ما ترهم؟ إيه. آه. والله ابتديت بعد بالشغل. تزوج؟ لك نية تزوج؟ والله حسب الظروف. الظروف شو تقول هسه بالوقت هذا؟ الظروف. بطح الظروف لو شطح؟ أنا أدري سكن وطلع وطب وفلوس ومصاريف. أنت هسه ما أخذ وضعي من بطاح؟ إي طبعاً. لأن وضع الاقتصادي طبعا حياتنا يعني. طبعا اه والله. ايش الوضع؟ ايش شنو يعني هسه انت اما يعني اذا تتزوج ايش راح تحصل؟ انت من تتزوج يلفونك لف هيك مثل هذا شلون هسه العجينه جاي تسوي؟ هذا الزواج ايش نهايته؟ اي والله ايش تالي؟ فاتمنى لك التوفيق. حبيبي اشكرك. ولحم عجين طيب ان شاء الله. حبيبي تفضلوا. لا بعد تدخل صار انا اسف والله ماكو والله ليش والله لا كلك خير وبركه ممنون يا حبيبي. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم خليكم يعني. عبد الله ايش فيك عبد الله؟ دايق عبد الله شلونك؟ الحمد لله. تمن قيمه تمن وقيمه. هذا المشروع جاي اشوفه وبكثره صح. ببغداد صح. ايش وقت يعني بدت هاي الفكره عندكم وبدت عند الناس وليش؟ احنا اول ما فتحنا يعني اول ما فتحنا شافوا العالم رغبوها زين العالم قامت تشتري من عندنا زين فقاموا يفتحون مشاريع قيمه وتمت بالطالبيه وبغير مكان حلو. اي ايش صار لهاي المحلات؟ سنتين سنه لا اكثر؟ احنا اول ما فتحنا صار لنا 4 اشهر. 4 اشهر من فتحنا ورا شهر قبل 3 اشهر العالم قامت تفتح يعني تمن وقيمه. تمن وقيمه. اي من ايش وقت ليش وقت تفتحون؟ من 11 الصبح ل 11 بالليل. 11 بالليل. منو يدرخ؟ انا. تدرخ؟ اللحم واللبلبي؟ اللحم والحمص. والحمص، اي. ايش قد تطول هاي عملية الدرخ للقيمة؟ وش وقت تحضرها؟ الدرخ نبدي به من 7:30. زين، احنا خلينا نغطيها لا تبغى. هالساعة بال10:30 أو بال11. للساعة من ايش؟ من 7:30 الصبح؟ حد الساعة بال10:30 الصبح. تحضيرها متعب. تحضيرها متعب. هذا التحضير كله على مود جدر؟ جدر او يعني اذا سوقنا ماشي او هاي جدرين ثلاثه زين. بس اهلي ماكو شغل اللي المحرم محرم محرم والقيمه بكل مكان موجوده بكل مكان موجوده اي فقاعد يسوي جدر واحد يا دوب يمشي زين يا دوب شلون جاي تبيعون؟ الصينيه على 6 والنفر ب3 هسه هاي بيش؟ ب6 هاي الصينيه هاي صينيه ايش بيها بس تمن ومرقه؟ تمن ومرقه وبها بعد اشياء لو بس تمن؟ لا قيمة نجفية مين يأكل وياها ايش؟ غنم؟ لحم غنم مو هوش؟ لا يصير هوش؟ خالص يصير لحم هوش لو ما يصير؟ والله ما لحم عجل؟ انا والله ما اعرف انا حاليا بيه غنم زين من يحضرها؟ يحضرها الطباخ مالتنا ابو علي انت بس تدرخ الطباخ وياكم لو تجيبونه مثلا بيومين؟ لا هو موجود ويانا استاذنا ابو علي بس حاليا رايح لاهلي وانت ماخذ الموضوع؟ لا ماخذ الموضوع استاذ محمد حاليا هم طالع ناس تريد قيمه وتمن؟
تريك 8 قيمه يجون تتعشى 8 قيمه تتعشى دارت يجون العالم ب 12 ونص بالليل اي اي ياخذون من عندنا يعني اليوم 8 قيمه صارت سم بكل المطاعم نقدر نقول لوك مطاعم خاصه بها لا هي 8 قيمه لها وصفتها الخاصه زين ثاني شيء يعني مو اي واحد يجي يسويها هسه العالم يعني يجون النقاط هسه انتم شلون سمعتكم مثلا بالقيمه بالقيمه شو اسمه محلكم قيمه الخالد النجفيه قيمه الخالد مطعم الخالد عرفت لو بعته يحتاج لها وقت عرفت وعلى تطبيق سريع وطلباتي حلو خدمه توصيل موجوده يعني حلو عندكم خدمه توصيل وين توصلون نوصل لاماكن قريبه يعني تمن وقيمه صالحيه تمن وقيمه طيب صالحيه مناطق هنا باب معظم زين. غير هندن كل مكان يعني هنا ذن المناطق او المقطع او كرادة او سادون ذني المناطق البعيدة على تطبيق طلباتي والتطبيق السريع حلو حلو موفقين ان شاء الله والله اتمنى لكم التوفيق شاهدين الكرام تواصلوا وياكم ايضا هاي ثقافة اكل التمن وقيمة يعني جاي اشاهدها تمن وقيمة جاي اشاهدها بكثرة بالمطاعم اكو هواي من المطاعم فتحت تمن وقيمة واعتقد يعني صار هاي السنتين الاخيره والثلاثه جاي اشوفهم بكثره يعني موجودات ومثل ما شفتوهم هسه انتم اليوم هنا فمشروع حلو ومربح وبالتالي انه هم يعني تمل وقيمه سوت مساحه عمل لشباب متواصلين وياكم خليك شلونك حبيبي شلون اخبارك سلمك. زين خليك شلون وضع السوق والله السوق حاليا تعبان لان نهايه موسم بدايه شتاء زين بدايه شتاء يعني انتم هسه مسواكم هذا التصفيه مال المحل هذا الموجودات الغراض هذا التصفيه التخفيضات مسويها على كل القطاع زين حتى تجيبون شتاء حتى نجيب شتوي نصافي صيفي ليش وقت يبدا الموسم هو بعد شهر يبدا الموسم من الشتوي بعد شهر ننزل قطاع هذا الشهر جاي تصفون نصفي يعني اي شتاء مو عندكم حاليا لا لا من القديمات هو من القديمات المشي حتى يبدا الموسم من الشتوي نجيب قطع جديده ومنين تسوقون من تركيا يكون جيب مرات نجيب من نام نشورجي زين انت بهاي الحالة هسه مثلا السوق متسويت تنزيلات الناس صارعته مثلا اقبال على الموضوع اي لان نزلنا بالاسعار نزلنا بالاسعار العالم قامت تاخذ تلبس قد نزلت يعني 50% قطعة فوق 50% وين ما اشوف يعني التيشيرت كان ب 20 يبيع كان ب 10 اول 10 ب 5 قبل اكو قبل 5 سوينا 2 ب 5 وبعد اسبوعين سوي تخفيض 75% لا قول نوزع بلاش ايه بعد محرم انت موزع وزعنا مخرب بعد ايه توابل حسين قلنا دني قطع عندي يبيعه ب 10 سنه ب 5 ما وزعته؟ لا لا الناس فقره كذا لا لا الفقره اكيد وزعنا بالعيد طينا الناس فقره عشيده اللي يجينا هنا حالته ماديه ضعيفه هم نطين مشي شو يحتاج للسوق؟ شلون؟ السوق شو يحتاج له حتى يرجع طبيعي؟ والله حركه شويه بدايه الموسم لا بدايه موسم شويه حركه صار قويه بالتوفيق ان شاء الله عزيز اروح اسرع مين ضايز؟ مين ضايز؟ ضحك ما؟ غير ضحكتك ليش ضايز؟ تعبانين الله يسعدك تعبانين انا تعبتنا نبحر درجات حراره 50 توصل تعبنا تعبنا وبالفرن جوا ايوه صاير اسود همين صرنا بالحر اي والله على طحين وحر بس قاعد انا اجي مسوي يكدس مغنتي بنيه شكو يكدس الحر ايوه زين ضحك مو؟ زين ضحك ترى شلون الشغل؟ تعال يا متاع تعبانين تعبان؟ اي والله من الثنتين بالليل نطلع بالليل؟ اي والله من الثنتين للتسعه بالليل يعني شفتين تشتغلون؟ لا شفت واحد هو شفت يا كامل مستمر اما توجك مال واحد خمس شفتات تشتغل والله تعبان لا والله من الثنتين بالليل للتسعه بالليل ايش صار لكم بالافران؟ من زمان والله صار لنا 13 سنه تزقال وعلي من؟ على التزقال على التزقال ايش قد يوم جيت العامل على التزقال؟ 40 ليش وقت ليش وقت؟ بس هي قليلة يعني شغل قوي ليش وقت ليش وقت يعني؟ شلون الحكي؟ ثلاثة بالليل ايه للتسعة للتسعة بالليل؟ للتسعة بالليل يعني انتم يومكم عبارة عن شغل؟ شغل شغل كله شغل كله شغل؟ ثلاثة بالليل للتسعة بالليل مستمرين زين طلاب مدارس جامعات عندنا شهايد من طلاب متزوجين متزوجين احنا متزوج يا ابوي عاد سامي يا ابوي بعدين متزوج متزوج اي والله الحرف انت رايد هسه انت تسالك لك تعرف وياه لا والله رايد لا متزوج والله خطيه
والله ما كواش ما كواش هسه دون ضحك وما عايشك وما كواش ضحك علي ممتاز فيك بعد ممتاز علي من ليش ما ضحك تعبانين والله تعبان تعبان عاد ترتاح غيرك استراحه ولا لا منين استراحه يا دقيقتين قطعنا بيها بس راح ندخل اجقاله اجقاله ونرجع لجوا وبالليل هنا اي هنا للتسعه بالليل اربع بالليل هنا لا انا اقول لك باليوم يعني لحقنا ساعتين ساعتين تنام اي والله باليوم وش قد تبقى هناك وقت تروح لهنا ناخذ لنا شهر تمنين تمنين مهدي من الناصري وانا من الديوانيه اه والنعم والنعم للشطره والله والنعم والله والنعم يلا انت والله اروح تعبان خطيه ما اخذ يا صار لك بالافران اسبوع علينا يا ولد يا صار بالافران اي هذا ست سنوات ست سنوات وخلفه سله ومو خلفه عام التزقاه عام التزقاه بامكانك تفتح فرن؟ لا ليش؟ الله راسك لا ذاك فلوس يعني تقدر توقفه؟ فرن؟ ذاك فلوس بس يبون الفلوس ناصريه ما بيها شغل؟ لا ما بيها يوميات تعبان يوميات ليش بيها؟ 8000 دينار 8000 بالافران عليك الله ليش وقت ليش وقت؟ 11 بالليل من 5 الصبح ل 11 بالليل 12 بالليل ليش؟ ما يبيعش كم طاولة باليوم يبيع؟ قد يبيع طاولة كم طاولة 300 طاولة؟ تبيع 300 طاولة هاي مطاعم عود والناس مطاعم يطيع قرطالات وسلقة سلك ها هم ذي هاي اي والله والله العظيم ليش ما تجي هنا تأجر؟ والإيجار منين نجيبه؟ هسه انت حساب عرب اذا انا يوميتك ضعف ممكن تأجر شقة هنا وجايب العويل وقايل إيجار هنا هواي تخمين ليش قاعد تروح لهذا؟ كل شهر كل شهر اما الولد يطول شهر بعد يموت يموت انت وسعيد صار 16 يوم اتمنى لك التوفيق اتمنى لك التوفيق هسه ما ضايق ضحكنا انت ايش بيك؟ انا لا والله شلون ما ضايق؟ على ضوجتك تعبان ضايق على ضوجتك هذا بنزين تحرق روحك هسه تعلم والله بدنا نحرق روحنا بس شو نسوي؟ لا الله يبعدك طرف احنا كثر حسنا تعيش وشني يا مواليد 96 والله كبير هذا تزوج هاي 96 يا مواليد 8 ما له شيء 90 عم خل اروح 90 ما 90 عم وجهك 70 بس مبين هذا هسه غير اصغر من هذا مبين اصغر منه 98 انه ضاع ضوجه بالزايد متعوب عم الشاق وياك تقول هذا بس بالافران انا هسه راح يجيني بوكس تعودين لا الشاق وياك حبيبي الشاق وياك ابو فلاح انت ورد اتمنى لك التوفيق يلا ان شاء الله نشوفكم يعني اصحاب افران عملاقه على مستوى الناصريه ما تدري افران؟ شو نجيب لك مول؟ الله يخلصنا من عندها نجيب لك مول؟ الله يخلصنا من عندها افتح لك عياده؟ عمي شو تريد؟ بس قول شو تريد؟ يحب الاعلام بالتوفيق نعم مشاهدي الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا وبالتالي مثل ما شفتوا يعني يعز علينا انه نشوف شبابنا شباب محافظاتنا العزيزه سيما انه هاي المحافظات معطاه الشهداء والضحايا دائما ما تقف وقفة شرف للعراق وبالتالي شبابها ما ماخذين فرص عمل بهاي المحافظات والعتب كل العتب على الجهات السياسية اللي تمثل هاي المحافظات اللي انقصرت وبشكل كبير مع أبناء محافظتها بالتالي نتمنى التوفيق للجميع تماما تقبل وتحياتي وتحيات كادر عمل برنامج أيام الناس إلى اللقاء.